الأمم المتحدة لولا اللحظات الأخيرة التي بموجبها تشكلت حكومة السيد السوداني، بعد تدخلات أمريكية، بعد وعود أعطتها حكومة السيد السوداني للولايات المتحدة. هناك نقاط ملزمة لحكومة السيد السوداني كان مفترض أن يتم تنفيذها. اليوم الوضع يختلف. الحكومة أولا خرجت حكومة هشة وضعيفة وحكومة غير متجانسة، هذا واحد. الشيء الثاني، اليوم الانقسامات كبيرة ليس فقط بين المكونات، بل أن هناك انقسام شيعي شيعي، انقسام سني سني، انقسام كردي كردي، بل وأصبحت هناك انقسام مسيحي مسيحي. أيضا العقوبات الأمريكية التي بدأت يعني تلامس قوت الفقير بشكل كبير جدا، الصعود الكبير في الدولار. هنا أستاذ غانم دعنا نقف لنقول، هي عقوبات أمريكية هدفها الإضرار بالعراق أم سوء التصرف من العراق؟ يعني نحن نهرب العملة إلى خارج بلدنا ونضر اقتصادنا بأيدينا، ثم نأتي نبكي لماذا والله الولايات المتحدة الأمريكية تفرض العقوبات علينا. هي السياسة أستاذ غانم، السياسة المشكلة هنا. يعني السياسة النقدية للحكومات العراقية سياسة فاشلة وأثبتت فشلها. قبل أن تصدر عقوبة الـ 14 مصرف العراقي التي ظهرت قبل أيام، كان هناك عقوبات على 4 مصارف عراقية، ووزارة الخزانة الأمريكية فاتحت البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية أن هناك مصارف وعطتهم بالأسماء، هي نفسها المصارف الـ 14، أن هؤلاء متهمين بغسيل الأموال وبتهريب العملة. لكن يعني الخطوات الضعيفة التي قام بها البنك المركزي العراقي تجاه هذه المشكلة هو ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية أن تعاقب العراق. وللأسف يعني هناك حديث على أن هناك 6 مصارف أخرى في طريقها للعقوبات. هناك حديث أكبر من مختصين اقتصاديين قد أن العراق يعود إلى موضوع النفط مقابل الغذاء إذا ما استمرت هذه العقوبات. الكل يعلم والحكومة العراقية تعلم 95% من أموال العراق تمر عبر مصارف أمريكية. الأمريكان هم المتحكمين بالأموال العراقية. عندما لا تكون هناك خطوات حثيثة وناجحة لموضوع غسيل الأموال، لتهريب العملة، لتمويل ميليشيات، لدعم النظام الإيراني، فمن الطبيعي أن تكون هناك عقوبات. اليوم العراق جزء من الأمم المتحدة، ليس من المعقول أن يقوم بدعم دولة تمول الميليشيات في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وحتى لها نفوذ في أوروبا قامت بعملية تفجير.